معاكم منتصر الفارسي من سلطنة عمان. طبعا أنا عديت للمراحل الأولى من البرنامج، وحاليا أنا قدام موقف وايد صعب إني أشوف محمد عبده، وهذه أول مرة، وهذا سبب من الأسباب اللي أساسا خلاني أشارك في البرنامج. وإذا حابين تدعموني أو تسمعون صوتي أديكم مقطع صغير على الذكرى. أنا قاعد أتكلم أقول كل شيء قلته من الأول أغن على الذكرى. ترى الميعاد باكر تبادلني مشاعرك الدفينة، أنا وشوقي وأحساس ومشاعر وله متعة ومان حزينة. شكرا، تصرفات.